شكرا بزاف حيت انا جيت اليوم للمجلس الوطني لحقوق الانسان. انا يا كنكون فرحانه بهذا العالم هذا وبين هاد الناس هادو. انا جيت اليوم نشرح لكم على هذا الطابلو ديالي باش نبين لكم وانتم كتشوفوا ولكن ما فاهمينوش. انا بغيت نبين لكم بلي انا صم، يعني الناس كيفهموا الهضره، كيفهموا الهضره كيف ما كانت، يعني كيسمعوا النطق ديالكم، كيسمعوا الهضره ديالكم، ولكن انا هاد الاشاره كتخصني، يعني كتعبر على داك الشيء اللي كاين في الداخل ديالي. كتشوفني كصم، كانسان صم كيعبر على راسو. هاد لو طابلو هذا انا دايره فيه الاشارات ديالي والالوان اللي كيعبروا على الاشارات وعلى المشاعر اللي كنحس بها. هاد الكتاب هذا كيعبر على يدين خارجين منه، يعني هاد اليدين علاش هاد اليدين كيكتبوا وهاد اليدين كيهضروا وهاد اليدين كيتسائلوا وهاد الاشارات الاخرين غاديين خارجين من الكتاب. انا كنشوف شكون انايا، واش انا رسامه، واش انا عالمه، ولكن انا ملي تزاديت انا راه كنت انسان سامع، ولكن من بعد مشى ليا السمع وليت انسانه صماء. ما لقيت شي واحد اللي يتحاور معايا، ما لقيت شي واحد اللي يفهم اللغه ديالي. كنهز اللوحه ديالي، كنكتب، كنرسم، كنمسح، كنوري الوالد ديالي ولا الام ديالي، كنكتب ليهم واش انا كنكتب مزيان، واش ما كنكتبش مزيان، يعني بحال الا كندير واحد لو كونتاكت معاهم باش نوريهم بلي انا راه قادره، انا قادره نمشي نقرا، انا قادره ندير حوايج اخرين. يعني بيتي تا بيتي من صغري كنرسم بحال الا كيحسني بحال الا واحد الصفه ديال التواصل بيني وبين العائله ديالي، يعني كيعطيني واحد الشعور زوين. كنفكر في شي حاجه كنتخايلها كنجي كنرسم، ما كنتش عارفه المجال ديال الرسم حتى من بعد مشيت اكتشفته. كي كنقول للناس اشنو هذا الشيء، كيقولوا لي هادو راه رسومات كيعبروا على الانسان. كنقول لهم فينا هما، فينا هما هاد الرسومات؟ تتقول لهم راه حتى انا راه كندير شي تعبيرات في الدار. كيقولوا لها راه خاص كتجيبيهم هادوك التعبيرات كاملين، واخا دوك الخربشات اللي كديري انتيا راه هما كيعبروا على مشاعر وحدين اخرين. يعني من تما تعطاتني الفرصه انني نزيد لقدام وانني ندير الثقه في هذوك الرسومات ديالي. ما نبقاش غير جالسه في الدار وكنتفرج. كنشوف فنانه كبار دي زارتيست كاتبين، وكنجي وكنشوف الكتب الرسومات ديالهم، وكنشوف باللي هذوك الرسامين يقدروا ياخذوا واحد البلاصه كبيره في المجتمع. وكنمشي وليت كنمشي لوزاره التربيه الوطنيه كنسولهم علاش حنايا ما كاينش عندنا واحد الدمج، علاش حنايا كفنانه ما تكونش عندنا بلاصتنا. ومن تما وليت فنانه وليت كنرسم، ودابا راه وليت كندير معارض في المغرب في مدن بزاف. وانا يعني انا وليت كنقري الناس صم، وليت كنقريهم هاد يعني الناس ديال السادس ولا السابع ولا الثامنه، الناس الاعدادي. يعني قالت لك دابا هي الي على غوتريت، يعني اليوم عاوتاني تتجي في الجمعيه، ولات هي عضو في الجمعيه. علاش هي في الجمعيه؟ علاش؟ بحال الا كتوريهم بحال الا بغاتهم يكون عندهم واحد النوع من المعرفه، انهم واحد الانفتاح على العالم، انهم يتطوروا، انهم يكون عندهم واحد المكانه، ما يبقاوش ديما غير في بلاصتهم، ديما في داك لو بوان دو كونفور ديالهم. انا بغي، انا كمغربيه عزيز عليا انني نزيد البلاد ديالي القدام. يعني قالت لك حنا ماذا بينا يكونوا تراجمه، علاش؟ باش حتى حنا يعطيونا افكار نعرفوا اش كيروج في المجتمع. قالت لك هاد الناس هادو حنايا بغيناهم يترقاو. قالت لك انا دابا كنظن في المستقبل بغيت انايا كلشي الصم يكونوا عندهم نفس المرتبه كالناس اللي كيسمعوا، يكونوا بحال نفس النيفو.